السلام عليكم متتبعينا الكرام، أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب دوت كوم. كل ما عليك هو الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد إن شاء الله. هذه أبرز العناوين. فوز القجع، حمد الله لاعب استثنائي لكنه يعاني من هذا المشكل. حدد فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التأكيد على أن باب المنتخب الوطني المغربي مفتوح لجميع اللاعبين سواء حمد الله أو حكيم زياش أو نصير مزراوي. وقال القجع متحدثا عن حمد الله إن جميع اللاعبين في المنتخب الوطني لديهم حقوق والتزامات، مثل ما عبد الرزاق حمد الله الذي هو الآخر التزامات وحقوق. وفي هذا الإطار يقول رئيس الجامعة إن مشكلة حمد الله ليست في الاندماج مع المنتخب بل في الأن الزائد للاعب ومن كلا الجانبين، مشددا على أنه لا يلوم أي طرف لكنه في المقابل منفتح على التواصل مع حمد الله. وأضاف القجع أن حمد الله يعتبر لاعبا مغربيا استثنائيا لديه موهبة كبيرة، لكن عودة حمد الله واللاعبين الآخرين من أجل تكوين منتخب قوي في نهائية كأس العالم من بين الأمور التي سنشتغل عليها. شكرا على حسن المشاهدة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.